السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا هنا في اليوتيوب وبسعد بيكم. النهارده زي معظم الوقت هعمل مع مباراه الزمالك يعني فيديوين، فيديو صباحي وفيديو مسائي. الفيديو الصباحي بنتكلم ما بين اخبار عن الزمالك والاهلي والانديه الاخرى والاتحاد والحاجات دي، اتحاد الكوره. والفيديو الثاني هيبقى عن مباراه الزمالك اللي بتبقى لسه خلصانه. نتكلم مع بعض في وقت مش هطول فيه، يعني 10 دقايق ولا حاجه نتكلم فيه ونوضح الحاله الفنيه والظروف اللي ادت للنتيجه بتاعه مباراه الزمالك النهارده. بمباراه الزمالك مع المصري او المصري مع الزمالك، عاده فكره انك انت تلعب بمنطقه الكومباكت الحقيقيه، الدفاع القريب اللي هو طول الوقت بتشيكو في شوط تاني بيعمل كده، بيعمل للعيبه كده ضم 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 ضم. خلاص الزمالك بقى واضح هيجيب جون ويقف هنا، بس في مشكله انه المباراه دي هنتكلم طبعا عن الجزء الفني، لكن الاول هنتكلم على المشكله اللي فيها. المشكله اللي فيها انك داخل من غير طارق حمد ثم يطرد فرجاني ساسي، وداخل من غير مصطفى محمد، وبعدين بعد طرد ساسي تعمل تغييره وينزل امام عاشور مكان المهاجم اللي موجود اللي هو كاسونجو. فانت تقريبا بتلعب المباراه دي دون خط وسط طارق حامد وساسي، وبين قلب هجوم اللي هو مصطفى محمد وكاسونجو، وكمان ناقص 10 ناقص لاعب، بتلعب ب 10 لعيبه. كل الظروف المميزه جاءت في لحظة واحدة لباتشيكو، انه اهم اتنين عنده في خط الوسط ما بيلعبوش ايا كان الاسباب، بره. المهاجم الاساسي والرئيس والاحتياطي بتاعه مش موجودين، بره. بتلعب ناقص لاعب في مباراة مضغوط، ازاي تقدر تشتغل عليها بالشكل اللي انت عملته ده؟ نجاح منذ اللحظة الأولى، ليست مبالغة أقسم بالله، لباتشيكو، نجاح لباتشيكو من اللحظة الأولى. بعض الناس وانا منهم كنت شايف ان باتشيكو ما يرجعش عشان الحاجه اللي عملها قبل كده والخروج الغير موفق من الزمالك بالشكل اللي حصل لمراحل الشباب السعودي، لكن احنا دلوقتي قصاد امر واقع. الامر واقع بيقول ان باتشيكو موجود، ازاي باتشيكو تقيم فكرته وتجربته دلوقتي بالماتش ده؟ بيقول لنا ان انا زي زمان المتذكر 2014 كان الزمالك يخطف جون، كان بيمسك كوره وبتاع، لسه مع الوقت طبعا الامور هتبقى افضل من كده، لكن هو دلوقتي بيشتغل على اللحظه المهمه، مفيش جون يدخل فيك. النهارده رجع يعني لجزء كبير من مستواه محمد ابو جبل، الونش مميز، محمود علاء. بعض من جمهور نادي الزمالك شايف انه كويس انه ما جابش الجون الثاني من ضربه الجزاء عشان ياخد باله انه عنده بعض من الاخطاء في المباريات، وده امر طبيعي كل لعيبه بتغلط، لكن عبد الله جمعه مميز، حازم امام مميز، اوباما بيدافع يعني بيسمع الكلام دلوقتي وبيدافع تمام. طبعا المشهد اللي احنا شفناه في نهايه المباراه، مشهد باتشيكو مع احمد سيد زيزو، الاحتفال باحمد سيد زيزو، الحضن باحمد سيد زيزو، انه يعمل له كده وياخده بحضنه معناه انه شايف ان احمد سيد زيزو أدى ما عليه، رغم إن أحمد سيد زيزو أضاع كثيرا من الأهداف من وجهة نظري، كثير مش أقل من 3 أهداف بيضيعهم هو، لا إما بقرار خطأ أو بتصويبه خطأ أو بسوء حظ منه، لكن ضيع 3 فرص حقيقية على الأقل أحمد سيد زيزو. ومع ذلك باتشيكو بيقابله أفضل استقبال في كل اللعيبة، وهنا لازم نحيي باتشيكو انه عارف انه حتى لو اللاعب ضيع لكنه هو عمل كل ما كان يطلبه منه واكثر. جون احراز الجون الاجانب بيتعامل الموضوع انه في جزء منه توفيق والتدريب، وانا لسه اول ماتش وان لسه ما اديتش معاه قوي فهجيب منه كتير. خلي بالكم انه الحسنه الوحيده اللي عملها ميتشو هو انه قدر يخلي احمد سيد زيزو يجيب اهداف، اشتغل عليها عكس جروس لما كان موجود كان سيزي بيضيع كتير. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيعمله باتشيكو في تطوير اداء احمد سيد زيزو
في احراز الهدف. لو عملها يكاد يكون بالنسبه لي اللاعب المتكامل احمد سيد زيزو، ان استطاع ان يكون كل فرصه تاتي لي على الاقل 50% من الفرص الكره اللي بيجي يدخل جول، بالنسبه لي يبقى اللاعب المتكامل. النهارده الدفاع كان متماسك رغم الضغط، القريبين الخطوط ازاي بيعمل التغييره بتاعه محمد عبد الغني، يضم اكتر يزحم اكتر، اتوبيس زي ما كانوا بيقولوا لك كده اتوبيس. باتشيكو عاد لطريقته وعاد الزمالك الى طريقه باتشيكو ايا كانت العناصر، لانه الموضوع مش فكره عناصر اكتر منها قرار مدرب. العناصر اللي موجوده مع الزمالك في خط الدفاع السنه دي في قوه نفس خط الدفاع بتاع الزمالك، كان في احمد دويدار وكان في كوفي وكان في علي جبر، النهارده عندك عبد الغني وعندك وينش وعندك محمود علاء نفس الاداء، وعندك برضو ابو جبل كان موجود واحمد الشناوي وجنش ما بعدوش عن بعض تمام، وعندك كان حازم امام وادي حازم امام، عبد الله جمعه اداء كويس وما يرجع بشافي الامور كمان هتبقى افضل واحسن 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 واحسن، ممكن تستفيد باتشيكو ممكن يستفيد كمان بصاحبنا عبد الله جمعه. المميز النهارده ان في التزام، في استماع للكلام، خلاص الزمالك في اللحظه دي او لعيبه الزمالك في اللحظه دي بعيدا بقى عن الاجواء اللي هنتكلم عنها دلوقتي، في اللحظه دي وفي الثانيه دي بيقولوا احنا مركزين لبطوله افريقيا. الاداء النهارده طبعا كان في جزء من التوهان شويه، عدم التركيز في البدايات، بعض الاخطاء طبيعي، لكن المجمل بتاعه كان مميز واداء كويس فنيا من باتشيكو، واداء متوسط او فوق المتوسط او جيد او فوق الجيد بدرجتين ثلاثه ما وصلش جيد جدا لعيبه الزمالك كلهم على بعض بما فيهم سيزو اللي انا يعني بحييته دلوقتي على الاداء، لكنه احرازه الاهداف كان هيفرق كتير. طيب ايه تاني؟ طبعا الاعلام الاهلاوي، الاعلام الاهلاوي والصحفيين الاهلاويين سواء على الفيسبوك او بقى بعد شويه هتشوفوا النهارده وبكره ضغط يعني على اخواتنا والاخوه الطيبين الغلابه بتوع لجنه المسابقات اللي ما عملوش حاجه الاسلام محارب، اللي شتمهم وشتم التحكيم وسبهم ولعب عادي النهارده مفيش مشكله ما حدش خد باله. المره دي بقى ساسي اخطا، نعم اخطا وخطا كبير وخطا مزعج وخطا ما يجيش من لاعب كبير، انه يطير السماعه بتاعت الاخ امين عمر الحكم امين عمر خطا كبير، وانا متاكد زي ما متاكد اني قصادكم دلوقتي ان الزمالك هيعاقب الساسي، وايضا سيتم معاقبه ساسي من اتحاد الكره جاري، ده هيجروا بالمشوار يعني بكره بالكتير بالليل بعد الصبح هتلاقي يعني النهارده الخميس يا اما الجمعه يا اما السبت الصبح العقوبه بتاعت ساسي، رغم ان انا بقول لكم ما عملوش حاجه بجنيه وربع للاخ اسلام محارب اللي شتمهم، شتم اتحاد الكره بلجنه الحكام، لكن ما عملوش حاجه خالص عادي مفيش مشكله، اصله الجونه برضه الراجل كان شغال فيها زمان وبرضه ربنا كرمه وكان بمرتب محترم وبيحب بشاره اللي هو رئيس اللي كان ماسك اوراسكوم اللي هو توفى الله يرحمه يعني، فمش عايز يزعل، وهنادر شوقي برضه وبتاع وكان في 11 مش عارف ايه بتاع التمرير هنادر شوقي والحاجات دي، فبرضه الراجل مش عاوز يعاقب اسلام محارب يعني، لكن لازم يعاقب فرجاني والا الاعلام الاهلاوي يقطع رقبته. دلوقتي الاعلام الاهلاوي بيشتغل على ايه؟ ان اللي عمله ساسي اعتداء على الحكم ولا ضرب الحكم؟ لا، هم عاوزين يقولوا ان اللي عمله ده مش اعتداء، لان اصل العجيب او الدفع بالايد يعني في ثلاث انواع في العقوبات الخاصه باللعب مع الحكم. في الدفع باليد ازقك يعني اطير السماعه من ودنك، ده ثمن مباريات وغرام 10,000 جنيه. ان انا اسبك وابصق عليك ثمن مباريات و20,000 جنيه. ان انا اضربك قف 8 اشهر وغرامه 50,000 جنيه. اعلام الاهلي دلوقتي شغال وبجهد جهيد على ان ده اعتداء، انه ضرب الحكم، ده ضرب الحكم يا جدعان.
مش دفع الحكم طير اللي بتعمل ودنه زي وليد سليمان لما قلعوا التيشيرت كده، الحكم اللي هم بيقولوا عليه الحكم ابو كرش، تمام، هو نفس الحكم بتاع الزمالك اللي كان كام ماتش اللي الجمهور الاهلي كان بيقلس عليه واسخر منه ويتنمر عليه وعليه بكرش كعادة الجمهور الاهلي في التنمر يعني. فالدفع بالايد شبه اللي عمله فرجاني 8 ماتشات، السبق والسب والبصق 8 ماتشات، الاعتداء الضرب بقى اللي هو له كميات وحاجات زي كده ده 8 اشهر. هما بقى عايزينه جمهور الاهلي وقبليه اعلام الاهلي عاوز ان اللي عمله فرجاني اعتداء وضرب للحكم وبالتالي لازم يتوقف 8 ماتشات، مش بس كده يقولوا لا ده من 8 لعامين، يا راجل ده في الاغلب العام لو واخد حبوب هلوسه او واخد منشطات مش هيتوقف الوقف ده. شوف هيتوقف ساسي طبعا، عمرو الجنايني دي فرصه على يعني مائده من الذهب انه يلاقي ساسي شخصيا اللي جاي تحت رجله يوقفه، وعشان يقول لك الالتزام وان احنا على اداء واحد ويقلع نظاره ويفتحها كده ويبتسم ويقول لك احنا على مسافه واحده من بين الانديه، عشان هو زملكاوي معروف انه زملكاوي، وحسام الزناتي زملكاوي معروف انه زملكاوي، واحمد عبد الله زملكاوي معروف انه زملكاوي، ما محمد فضلي يا جدعان اهلاوي معروف انه اهلاوي، ده كان مدير التسويق في النادي الاهلي والتعاقدات، لكن عادي لا النادي محمد بيشتغل بما يرضي الله، الزملكاوي يخافوا يخافوا، عمرو الجنايني يخاف. طب هو ايه يا شادي انت عاوزه يخالف اللائحه؟ انا مش عاوزه يخالف اللائحه، يوقفه الحكم هيقول لنا ايه؟ احنا شفنا ايه؟ تمام ماتشات يقف، تمام ماتشات ايه المشكله؟ انا ما عنديش مانع ان يقف، هو اخطا يقف ساسي خطا كبير بالنسبه لي، لكن فكر بقى انه اصله يحوروا الامر انه اعتداء وضرب للحكم، لا لا كده بقى احنا داخلين في اداء سيء من اعلام الاهلي، ولو حسام الزناتي وعمر الجنين ومن معه ومن وراءه عملوا هذا الامر، اصل كلموا بقى زي ما في ناس بتكلم الحكام وتقول لهم اكتبوا ما تكتبوش من اللجنه الخماسيه، في لا ناس بتكلم الحكام وده بيكلمهم في اوضه الفار، تعرفوش كده ولا ايه؟ امال ايه؟ لسه قصه في ماتشات الاهلي طبعا. المهم اللي انا بتكلم فيه انه فكره ان انت تيجي تقول انه ده ضرب الحكم واعتدى عليه فوقفه 8 اشهر و6 اشهر ودخله السجن، ده بقى ما ينفعش، ده كده بقى احنا دخلنا في منطقه ايه؟ الكراهيه والانتقام من الزمالك قبل ما يكون من كراهيه وانتقام من مرتضى منصور رئيس الزمالك اللي عمرو الجنايني ماشي يشكو له طوب الارض، بيعيط بكاء يكاد يبكي من الشكوى اللي ضد مرتضى منصور، جات له على الطبطاب. هنشوف بقى طبطاب عمرو الجنايني هيعمل لنا ايه، هيمشي على اللائحه ان هذا اسمه دفع باليد ولا هذا هو اعتداء على الحكم بمزاجه بقى، اقول لك الحكم هو اللي كتب، انا اقول لكم الحكم هيكلم يعمل ايه، هيتكلم، ايوه الحكم هيتكلم، وهيكلم الاخ الطيب الغلبان وجيه احمد اللي هيكلم محمد فضل ويسأله يا محمد بيه اعمل ايه؟ الراجل بيقول اكتبها ايه؟ انتوا شايفين ايه؟ انا بقول لكم هيعمل كده. طيب ده بالنسبه للجزء بتاع فرجاني ساسي. نيجي بقى للاخ الشاب الصغير اللي يجب ان يكون هناك وقفه حقيقيه معه من اداره الزمالك وهو امام عاشور. الزمالك والزملكاويه ما بيحبوش المشهد اللي فيه اهانه للخصم نهائي، وده اللي كان مزعلهم من رمضان صبحي، واللي زعلهم برضو من اللاعب اللي انا مش فاكر اسمه ده برضو في ماتش اسوان اللي وقف على الكوره والحاجات زي كده، وبرضو كان الراجل اللاعب الاخ الغريب بتاع اسوان ده اللي من ساعتها هم من ساعه الفوز على الزمالك ما فازوش ماتش تاني وفي الاغلب مش هيفوزوا، بقول لك برضو عشان امام عاشور، اصل امام عاشور عمل لي، اصل امام عاشور سواني. النهارده امام عاشور في اللحظه الاخيره قبل ما ياخد الفاول اللي الحكم تغاضى عنه ونهى الماتش، انا بالنسبه لي الحركه اللي عملها دي استهانه بالمصري. في فرق انك عاوز تضيع تضيع الوقت وبين ان انت بس هتاخد الكوره وتحضن عليها وبين انك تستهين بالخصم وزميلك.
وده خطأ كبير وقع فيه الأخ إمام عاشور. عشان كده بقول إن لازم ولا بد إدارة الزمالك تاخد وقفة حقيقية وواضحة وصريحة مع هذا اللاعب الشاب اللي ممكن يجي منه ويعمل حاجة محترمة، لكن ما ينفعش يشتغل بالطريقة دي وبالأداء ده الطفولي ده، لازم يقفوا معاه ويعقلوه. أتصور إن باتشيكو هيقدر يشتغل على عقلية هذا اللاعب في حالة إن اللاعب طبعا كان متقبل هذه الأمور. عشان كده عاوز أقول لكم إن إمام عاشور لاعب مميز وجيد وعنده روح، لكن محتاج وقفة. أما فرجاني فأخطأ خطأ كبير هيعاقب عليه، وزي ما قلت لكم هذه هي عقوبة فرجاني 8 مباريات على الأقل، نتمنى تكون أقل من كده ونشوف الحكم هيكتب إيه، أو قدر الله ممكن تبقى أكتر من كده لو الحكم إدى واحدة بقى من بتاعة الاعتداء والضرب. باتشيكو عمل مباراة مميزة وجيدة جدا كأول مباراة بالزمالك من فترة، بقاله أكتر من 4-5 مباريات من ماتشات بيدخل فيه جوان، النهاردة ما دخلش. حلو كده، اثبت على كده، هو ده اللي احنا عايزين نشوفه، احراز الاهداف، قدرة على الصمود، قدرة على الدفاع بشكل جيد ومنظم، ساعتها الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا ومنه الى حمل كاس البطولة او الاميرة الافريقية للمرة السادسة اذا ربنا اذن. اشوفكم على خير، ولا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وزي بلادنا شكر فضلا منكم وليس امرا مني. شكرا.